نتعامل مع فترة الإقلاع عن السكر بشكل صحيح؟ رح نعرف المعلومة الأكيدة من الاختصاصية معنا، وأكيد رح نعرف معلومات أخرى عن السكري بشكل عام، آخر الدراسات العلمية والطبية حول تخفيف نسبة السكر بالدم وتنظيمه، مع الدكتورة سوسن خليل اختصاصية غدد صم وسكري. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح السكر. صباحكم سكر. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. اليوم قديه مهم إن كان من ضبط وضع السكر بالجسم أو حتى الإقلاع نهائيا عن السكر لضمان حياة صحية وسليمة؟ هلا بدنا نحكي عن الإقلاع عن السكر. الإقلاع عن السكر كفكرة هي ليست حديثة، من نحن صغار بنعرف مقولة إنه السمين الأبيضين الملح والسكر، هي اللي كنا نسمع فيها على طول. هلا حاليا صار عليها دراسات. طبعا السكر شو بيعمل؟ السكر بيروح على الدماغ بيخليه يفرز اندورفينات ودوبامينات، هي هي هرمونات السعادة. لذلك كل ما نحط سكر أكثر بنفرح بننبسط أكثر. بقى الإقلاع عن السكر ليس بالسهل، ولكن هالسكر اللي عم ناخده نحن ممكن يسبب لنا بدانة، ممكن يسبب سكري، ممكن يسبب تشحم كبد، يرفع شحوم الدم، حتى ممكن يسبب مشاكل الدماغ، ممكن يسبب خرف أو ديمنشيا. بقى لذلك يجب الإقلاع عن السكر. هلأ حالياً عم يحكوا كتير بالإقلاع عن الكربوهيدرات الكيتو دايت، نحن ما عم نحكي فيها لأنه في لسه عليها كوشن مارك. عم نحكي على الإقلاع عن السكر المضاف فقط. نعم. يعني أنا ما بقى بدي حط سكر بالشاي، بالقهوة، بالهي الشاي اللي بتحبيه بسكر. ما بقى بدنا ناخد السوفت درينك، البيبسي والكولا والسيفن أب، وحتى الصوصات اللي بنشتريها جاهزة مثل الكاتشب بتكون مليانة سكر ونحن ما بنعرف هالشي. هذا اللي بدنا نقلع عنه. هلأ لقوا انه السكر بيعمل ادمان على الدماغ، مثل ما قلت لك عم يفرز اندورفينات. الادمان تخيلي انه اكثر بثمان مرات من الادمان على الكوكايين. فلذلك الاقلاع ليس بسهل، مثل ما قلتي ليس بسهل. فبده يعاني المريض او الشخص وقت يقلع عن السكر لازم يعاني من اعراض بنسميها اعراض السحب، مثل تماما مثل وقت ينسحب عن مخدرات او عن دواء نفسي. فلذلك رح يصير عنده قلق، رح يصير عنده صداع، رح يصير عنده رجفه، رح يحس بغثيان، ممكن يحس حتى ما يقدر ينام، ممكن يحس كمان حتى اكتئاب. اوكي بقى هالاعراض، لحسن الحظ هالاعراض ممكن تدوم يومين لاسبوعين فقط، ليس الا. فكيف فينا نسيطر عليها؟ انه نقلع اولا بالتدريج. يعني مو في ناس عندهم اراده قويه بيقولوا لك انا ما عاد بدي سكر، اي شيء بقدر خلص اوقف عنه. يعني مو بس السكر، اي شيء انا بقدر اوقف عنه. بس هي طبيعه اجسام كمان دكتوره، يعني هون في كثير اشخاص ممكن يكونوا بيعانوا من امراض وبحاجه للاقلاع عن السكري، مو رغبه، يعني مو رفاهيه، مو تحسين من جسمي ومناعتي. مثل مرضى السكري هدول ما فيني اقول لهم لا ما بدك تقلع او بالتدريج. لا هدول كيف بيتم التعامل مع هالحاله؟ هلا التعامل معهم انه ناخذ بروتينات، مثل ما قالوا التقرير ناخذ بروتينات. هلا في دراسه حديثه كثير قالت انه ناخذ شغلات مره، المره ممكن انه يعمل خدعه للدماغ ويبطل يحب السكر، مثل الشاي الاخضر، مثل الملفوف اللي فيه شويه مرار هيدا الاحمر، مثل الشاي بدون سكر، القهوه المره، كله هذا ممكن يعمل يفيدنا. الاكسرسايز الرياضه ممكن انه تفرز لنا اندورفينات بالدماغ، وبالتالي هاي السعاده اللي صارت معنا بتخفف من الرغبه للسكر. الشغله الثالثه وهي الاهم هي شرب الماء بشكل كبير، هاي كمان بيساعدنا كثير بالاقلاع. الاقلاع عن السكر هلا صار ضروره، طبعا لمرضى السكري ضروره الحتميه، ما فيها مزح. بينما الناس العاديين يا ريت يقلعوا عن السكر لانه بحسنوا المناعه، خصوصا مثل ما قلتي بهالفتره، فتره كوفيد 19. هلا حكينا عن فوائد تخفيف السكر او حتى الاقلاع عن السكر، انها ممكن بتحسن المناعه او بتزيد من نسبه المناعه. خلينا نحكي عن فوائدها، يمكن لكثير من الاشخاص بيجهلوها. فوائد الإقلاع عن السكر مثل ما قلت هي ممكن أنه يخفف لي الجوع،
يحسسني بطاقة حيوية أكثر، يرفع لي مناعتي، يحميني من الأمراض اللي حكيناها، السكري، البدانة، تشحم الكبد، الشحوم. بشكل عام الإقلاع عن السكر هو صحة. طيب دكتورة، إذا قلنا مو كل الأشخاص يمكن نتعامل معهم بنفس الوقت بنفس الطريقة بالإقلاع عن السكر، في أشخاص ممكن يكون جسمهم، لياقتهم البدنية جيدة، بيلعبوا رياضة، بيتمشوا، بياكلوا أكل غذائي، بس بيحبوا السكر كمان. بننصح أنه يخفف ولا ما في مشكلة؟ لازم يكون في عند الشخص مشاكل لحتى يخفف من السكر؟ مو ضروري يكون عنده مشاكل ابدا. هلا نحن عم نحكي بدراسات علميه حكت انه السكر ليس ضروري. هلا في دراسات جديده عم تقول كل الكربوهيدرات ليست ضروريه مثل الكيتو دايت، ولكن انا ضد لسه، لانه لسه ما يعني لسه ما صارت الدراسات كامله، انه ممكن تصير مشاكل. ولكن نحن عم نتكلم هون اليوم عن فقط السكر المضاف، يعني انا ما حط سكر بالشاي، ما حط سكر هذا التيبل سمو، يعني السكر المائده. هلا دراسات شو لقيت تسلمى؟ انه نحن بدون ما نحس خلال اكلنا باليوم ممكن نكون عم ناخذ 30 ل 20 معلقه سكر، هذا بدون ما نحس، من خلال الاطعمه اللي بنجيبها من برا، من خلال الكاتشب، من خلال دبس الرمان، كله هذا مضاف له سكر مثلا. لذلك نصحوا انه اي شيء بتشتريه من السوبر ماركت انك تقري الليبل انه شو مكوناته، يلي فيه سكر نبتعد عنه. الاقلاع عن السكر شغله صحيه، ما لها علاقه بانه المريض ولا غير مريض ولا سكري ولا غير سكري. تمام، اذا نرجع شوي للدراسات الحديثه اللي نحن تناولنا جزء منها اليوم، كثير من الدراسات يمكن بتقول انه ممكن الاشخاص المصابين بالسكر ياخذوا بدائل طبيعيه وينظموا طريقه اكلهم بطريقه صح بدل يمكن الحبوب او حتى الانسولين. ما مدى صحه هي الدراسات، او هي ممكن تكون مساهم فقط؟ هلا البدائل انا ضدها، الغير مدروسه. طيب. يعني انا مرضاي بيعرفوني اذا كانت بدائل مثل مثلا بيحكوا معلش خلينا نحكي ورق الزيتون ومدري شو هالحكي هذا غير مدروس. يلي ندرس مثلا القرفه، الخل، هدول عليهم دراسات، هدول ممكن نضيفهم للاغذيه، ولكن نترك الحبوب ونترك الانسولين ابدا ممنوع. يعني مستحيل، خصوصا النمط الاول للسكر اللي بيستعملوا الانسولين، هدول ممنوع منعا باتا ياخذوا بدائل، هي حياتهم معتمده على الانسولين. هلا نحن بحديثنا عن النمط الثاني اللي بياخذوا حبوب او انسولين، ممكن انه ياخذوا بدائل ولكن بيضلوا على الحبوب وبيتابعوا حالهم، بيراقبوا حالهم، ممكن فيما بعد نخفض لهم الحبوب طبعا بالمتابعه مع الطبيب المعالج. يعني فينا نقول انه نمط الحياه والغذاء هو بيساهم بتحسين الحاله بس ما بيؤدي للشفاء، ولا هو بديل للدواء خصوصا لمريض السكري. مريض السكري النمط الثاني ندرس كثير شيء اسمه لايف ستايل انترفنشن ولا لايف ستايل موديفيكيشن، لقوا انه ممكن انه يخفف الحبوب او يبطل الحبوب اذا خفض من وزنه. هي دراسه عالميه من فتره، اذا خفض من وزنه 7%. تخفيض الوزن بيكون طبعا بالغذاء الصحي وبالمشي وبالرياضه. هو طبعا مرض السكري النمط الثاني كلنا بنعرف بسبب القعده بالبيت وبسبب البدانه وهالاسباب، ولكن طبعا في جينات، في جيناتيك، يعني في جينات هي بتلعب دور. كمان شو بتحبي توجهي يمكن نصائح ل يمكن اذا بدنا نقول لمرضى السكري او حتى للاشخاص اللي بدهم يحموا حالهم من الاصابه بمرض السكر وبنفس الوقت يعيشوا حياه صحيه سليمه وتكون اسلوب حياه؟ هلا اسلوب الحياه مثل ما حكينا، الرياضه، ما نضلنا قاعدين، من البيت للسياره للبيت للمدري شو، لازم نمشي، لازم نلعب رياضه يوميا، هي اول شيء. والغذاء الصحي، الغذاء الصحي المعتمد على الخضار وعلى الفواكه الفريش وعلى البروتينات والكربوهيدرات، مو ضد انا، ولكن القمح يكون كامل، كل الحبوب الكامله، ونبتعد عن السكر المضاف. طيب دكتوره، كمان هلا خلال هي الفتره في كثير من الاشخاص من اللي بيعانوا من سكري ومن امراض ثانيه، اذا انصابوا بالكوفيد 19 عم نضطر انه يدخل ضمن علاجهم الكورتيزون،
والكورتيزون معروف انه هو بيخفض المناعه، بيثبط المناعه بالجسم وبيرفع نسبه السكري. خلينا نحكي عن هي المعادله وقد ايه بيصير على مريض السكري اللي مضطر ياخذ جرعه كورتيزون بالكورونا، كيف بده يتعامل؟ سلمى، بالنسبه لمرض كورونا يمكن حضرتك بتعرفي، صرنا خبره فيه، بقى ممكن انه يصير عنا مريض انصاب يصير عنده فقط تروح حاسه الشم، مريض ثاني يصير عنده صداع وحراره، هدول بنعاملهم بطريقه بسيطه باراستامول الى اخره، ولكن اذا حصلت عنا اعراض صدريه هذا ممكن نحطه على مميعات في بروتوكولات، بنحطه على كورتيزونات سواء ديكسامتازون بريدنيزولون اكسترا. هلا لما نشوف مريض سكري وحاطينه على كورتيزون، اول شغله بيخطر لنا انه ممكن يرتفع السكر بطريقه هائله. هلا القاعده الذهبيه بالكورتيزون عند مريض السكري، اي مريض سكري حطيناه على الكورتيزون يجب ان نعطيه انسولين، يعني حتى لو ما كان بياخذ الهايبر جلايسيميا المحدثه بالكورتيزون، هي علاجها بالانسولين، هاي القاعده الذهبيه. ولكن بالممارسات نحن عندنا هون انا شفت كثير حالات سكري واعطيناهم كورتيزون ما احتجنا للانسولين، يعني هناك مريض وليس هناك مرض. لما يكون المريض بحاجه حطيتيه على الكورتيزون، مريض سكري وحطيناه على الكورتيزون بسبب كوفيد 19 وارتفع سكره ل 400 500 هذا اجباري بدي احطه على الانسولين، بينما في مرضى ما عم يطلع سكرهم، هدول بنخليهم على الحبوب. الكورتيزون طبعا بكوفيد 19 مثل ما حكيتي له كثير فوائد، انه بيثبط الحاله المناعيه اللي عم تحصل، عاصفه السيتوكينات يلي كل العالم صارت تعرف فيها يلي الفيروس بيعملها بالرئه، فلذلك صار ضروره تقريبا بكل البروتوكولات العالميه. كمان دكتوره بالختام، نحن كيف بنقدر يمكن حتى نعود اطفالنا من عمر صغير، حتى يمكن ما يصير هذا الشيء مستحيل او صعب لما بيكبروا، ان احنا اسلوب حياه صحي بعد يمكن عن كل الاكلات اللي بيحبوها الاولاد كثير، وبنفس الوقت بترفع نسبه السكر وايضا بتسبب لهم البدانه للاطفال، المشروبات الغازيه وغيرها وغيراتها. هاي تعتبر بالعائله، يعني انا ما فيني اجي اشرب بيبسي واقول له لابني ممنوع البيبسي. هاي شغله بكل الاسره، نظام صحي يكون بكل الاسره، انه مثلا نخفف الحلويات، نخفف السكر بالشاي، ما نحط 20 معلقه سكر بالشاي. و شكلك هيك بتعملي؟ لا بلا درجه. وبنفس الوقت انه ناكل غذاء صحي، نعود الاطفال على الخضار، نقول لهم البيبسي مثلا انا ما بشرب بيبسي لانه ضاره، ابني ما بشرب بيبسي، بقى اذا انا شافني ابني عم بشرب بيبسي بده يشرب بيبسي. أكيد. فاذا شغله عائليه، هي من التربيه، من نعود اولادنا من هن صغار، بنقول لهم هذا صح وهذا غلط، بس يكبروا بضل عندهم هالافكار وبصير اسهل كثير التعامل مع النظام الصحي الغذائي. أكيد. يعني دكتورة أخذنا نصائح كتير مهمة منك اليوم، ويمكن أهم شيء اللي هو قلتي التمرين، أنه أي شيء الرياضة، التمرين وحتى المواظبة على النمط الغذائي من بكير ممكن يفيدنا لبعدين. كمان هيك نصيحة أخيرة اليوم لمرضى السكري بشكل عام، شو أهم شيء بتقلي لهم خلال هاي الفترة لحتى يحافظوا على تنظيم السكر بحياتهم؟ مرضى السكري بشكل عام مثل ما حكينا بالحلقة السابقة سلمى إذا بتتذكري، قلنا أنه مرضى السكري ما هم معرضين أكثر للإصابة بكوفيد 19، هن نسبة التعرض لكل العالم نفسها، ولكن إذا مريض سكري صار معه كوفيد 19 ممكن أنه يحدث معه اختلاطات أكثر في حال كان سكره غير منضبط. نعم. لهالسبب نحن بننصح كل مرضى السكري أنه بهالمرحلة يكون سكرهم منضبط تماماً، يتابعوا مع أطبائهم لحتى يضبطوا السكري، في حال تعرضوا للإصابة ما حدا بيعرف إمتى رح يتعرض، ممكن من بلحظة يتعرض، في حال تعرضوا يكون مناعتهم عالية، يشربوا مي كتير، يمارسوا رياضة وياخذوا الغذاء الصحي. أكيد. بالنهاية أكيد شكرا لك كتير دكتورة على كل المعلومات اللي قدمتي لها، وأكيد الصحة والسلامة للجميع. شكرا لك فرح. شكرا سلمى. شكرا لك دكتورة.